بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، أينما كنت نسوق إليك تحايا عاطرات وأمان النظرات وآمالا غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة، نتحدث فيها عن موضوع الحقيقة دفعنا له دفعاً، لأنه لم يكن في ترتيب الأمور، ولكن للأهمية رأينا أنه نقوله حتى نوضح الأمور، خاصة مع الذباب والدجاج الإلكتروني الذي يعني بات يزورنا ويعني يشتمنا ويعمل أشياء كثيرة جدا، لكن ليست هذه هي القضية. القضية عندنا سؤال: هل يجوز الاستدلال بمقال الأسير؟ يعني لو في واحد أسير أيا كان هو منه وهو أسير لياتو جهة وهو أصلا يمثل ياتو جهة، إذا وقع في الأسر هذا الشخص هل يعتد برأيه أو يعتد بالكلام اللي هو بيقوله وكذا؟ طيب، هنجاوب على هذه المسألة وحنخص في هذا الأمر الدكتور محمد علي الجزولي. ليه حنخص هو في الأمر ده؟ لأنه أنا في البارحة في موضوع في حلقة البارحة قمت بالاستدلال بحديث له عن بداية الحرب ومن الذي بدأ هذه الحرب وكذا، وده في الحلقة التي بتاعت الأمس، يعني ظاهرة جدا وتلقاها موجودة الآن بتاريخ الأمس. وفي حلقة يعني كانت في ردود كثيرة جدا، منها ردود محترمة ومنها ردود غير محترمة حقيقة، تتحدث في أنه والله لا يجوز الاعتداد أو الاستدلال برأي أو ما يقوله الأسير، على اعتبار أن هذا الأسير محروم من حريته وهو في وضع غير آمن، وبالتالي لا يجوز إطلاقا الاستدلال برأيه. ماشي، احنا هنتفق على هذا الأمر، وبحثت عن هذا الأمر أنا أيضا كثير جدا. لا يوجد نص شرعي من ناحية الإسلامية حسب ما اطلعت، عشان ما في واحد يقول لي أنت ما بتعرف. أنا حاولت أن أجد نص شرعي واضح في هذا الأمر، كل الذي وجدته يتعلق بالمعاملات مع الأسير وبحث الأسير على الأسير نفسه على أنه يعني يجب عليه أن يحتمل هذا الأسر ويعتبره ابتلاء من الله، وما دام هذا الأسر في سبيل الله فعليه أن يحتمل ذلك وأن يتقرب إلى الله في ذلك في أسره هذا بالصبر والاستغفار وما إلى ذلك من أمور الدين. فإذا أي واحد فيكم عنده دليل نصي خليه يبعث لنا، خلينا نعرف الكلام. طيب، هل في القانون في مسألة زي دي برضو نص واضح لهذا الأمر؟ ما موجود، ولكن موجود نصوص تتعلق بأنه إذا كان هذا الأسير استخلصت منه هذه المعلومات تحت الضغط أو تحت التعذيب، ففي المحكمة ما بتعتد بها. ماشي، كل كلامه ده يبتدي من جديد داخل المحكمة، نبتدي التأكد منه هل حيصير على كلامه
بعد ما ذهب عنه أثر الأسر وهكذا. من الأعراف العادية إنه هذا الشخص يعني في كل الأعراف الإنسانية إنه هذا الشخص تحت الأسر مقيد الحرية، لا تدري بالضبط كيف كان يعامل، وبالتالي إذا خرج في حديث إعلامي من المستحسن أن تبعد عن هذا الأمر، إنك أنت كل هذا الكلام الذي يقوله ما له معنى. طيب يبقى هل في استدلالي الأمس كان هنالك خطأ؟ تعالوا نشوف القصة دي. أنا عايز أسمعكم كلام الجزولي قبل الأسر وبعد الأسر، وبعد كده نشوف إذا هنالك فروق فيما يقول يبقى أنتم لكم الحق وأنا أعتذر. إذا لم تكن هنالك فروق فيبقى كل الكلام اللي بنيته عليه نفسكم لو بحسن نية أو بسوء نية كان خطأ، ما بقول يستوجب اعتذاركم، ولكن بقول يعني غفر الله لنا ولكم. تعالوا نشوف كلام الجزولي نفسه قبل الحرب وبعد الحرب في فيديوهين صغيرين، وحأضم في صندوق الوصف لينكين أو رابطين، ده واحد منهم. هذا الرابط يتحدث حينما تم اختطاف أنس وأسره. أنا كانت قدمت هذه الحلقة التي تتحدث عن خطورة اختطاف السياسيين، ممكن ترجعوا لها في اليوتيوب، وحقدم لينك تاني يتحدث عن داعشية محمد الجزولي. لكن كده تعالوا نمشي نشوف القصة دي واحدة واحدة، وبعدين ناخد فترة نتحدث. يعني هذه معركة لن تأخذ على الشعب السوداني وجيشه الباسل بضع ساعات، اصبروا واحتسبوا وساندوا جيشكم في معركة التحرير. الخرطوم ليست صنعاء، الخرطوم ليست طرابلس، لن يحكمنا الحوثيون الجدد، والله أكبر. والآن جاري العمل الآن لاعتقال الشقيقين الشقيين عبد الرحيم دقلو ومحمد حمدان دقلو. كونوا مع جيشكم في خندق واحد، حاصروا مقرات الدعم السريع في الولايات، اخرجوا في الولايات، حاصروا مقرات الدعم السريع حتى تسلم كل عتادها وجنودها الى جيشكم الباسل. الى البلدة رايك فيه شنو؟ لكم حيث بعد رايك شنو؟ جاري العمل الآن لاعتقال الشقيقين الشقيين عبد الرحيم دقلو ومحمد حمدان دقلو. اجمعين، أنا دكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية، رئيس التيار الإسلامي العريض، عضو اللجنة العليا نداء أهل السودان، كنت منتميا إلى داعش منذ أبو بكر البغدادي وحتى الآن. حاصروا مقرات الدعم السريع في الولايات، اخرجوا في الولايات، حاصروا مقرات الدعم السريع حتى تسلم كل عتادها وجنودها الى جيشكم الباسل. نحن حقيقة من يوم 15 ديسمبر توقيع الاتفاق الاطاري طوالي انتبهنا انه لابد نعمل حملة ضخمة جدا لاسقاط هذا الاتفاق الاطاري، وبرضو تواصلنا مع المؤسسة العسكرية، كنا نتواصل مع الفريق البرهان عن طريق اللواء حسن بلال، فتواصلنا معاهم قلنا لابد نسقط الاتفاق الاطاري ده تماما. والحدث الاخير اللي حصل يوم الاربعاء في مروي انه الدعم السريع كان داير يمشي مدار مروي كده، يعني تم تمويلنا طوالي من قبل الشيخ علي كرتي انه خلاص طالما الجيش ده طلع بيان ووصف الدعم السريع بانه متمرد، خلاص حاله الاحتقان دي حتنفجر وساعه الصفر قد تكون يوم السبت. وبالفعل يوم السبت من الساعه 6:30 في مجموعات هاجمت المدينة الرياضية، ناس الجيش ومعهم كتائب الإسلاميين، المجموعات اللي هاجمت المدينة الرياضية دي الجيش ومعهم كتائب الإسلاميين، ومعروف إنه كتائب الإسلاميين دي قاعد يقودها أنس عمر، وقاعد يخطط الشغل ده كله أسامة عبد الله ومعهم
معاهم علي كرتي وكذا هم المخططين للبرنامج ده كله. وده اللي حصل يا اخواننا انه اتفكت الطلقه الاولى يوم 6:30 صباحا بالاعتداء على الدعم السريع من قبل قوات الجيش ومن قبل قوات الكتائب الاسلاميين. ومما تفكت الاولى الضربه الاولى دي الان يعني دي كارثه كبيره جدا، ويجب علينا نحن كاسلاميين وكوطنيين كلنا نخط الان الكره واقعه. والله الحرب دي اذا نحن ما بسرعه عاملنا لمعالجتنا الفتنه الطلعه البدد دي، لو ما عملنا لمعالجتنا والله بلدنا يطبق زي سوريا وزي ليبيا وزي العراق وزي اليمن. يجب اننا كلنا نخط يدنا في بعض ونترك الخطاب العنصري ونترك الخطاب التفريقي بين الناس ونترك الخطاب اللي فيه استعلاء عرقي ونخط يدنا في بعض عشان ننقذ بلدنا قبل ما بلدنا تبقى في خبر كامل. دعوتي الى جنود وضباط الدعم السريع، اياكم ان تموتوا من اجل طموح شخصي لشخصين، من اجل عماله للامارات، دافعوا عن بلادكم ودافعوا عن ارضكم، واعطوا شعوب المنطقه درسا ان الخرطوم ليس صنعاء وان الخرطوم ليس طرابلس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ضربوا العماره بتاعت الدعم السريع، انتهوا منا الناس. ويا زول بل شديد يا زول. الثورة الحارة ال 12 فردوس دخل البازوكة من جدة دي. اسمع الجماعة دي قبضوهم ولا طلعوا ال 12. طيب في الفيديوهات اللي انا قدمتها الان، لانه ما ممكن الحلقة دي تكون مليون فيديو، فانا بوديكم لليوتيوب شوفوا أحاديث الدكتور محمد علي الجزولي في اليوتيوب في قناة طيبة وفي قنوات أخرى، تحدث فيها بشراسة شديدة جدا جدا عن موقفه من الدعم السريع، من قحط، من الثورة، من كل حاجة، رغم أنه يدعي أنه جزء من هذه الثورة، لكن تحدث في كل هذه الأمور. وإذا راجعت ما قاله قبل الأسر وما قاله بعد الأسر ستجد تطابقا كتطابق الحافر على الحافر. وبالتالي مبدأ أنا أصلا قصة هو ما قاله بعد الأسر ده ما داخل في دماغي، يعني أصلا ما هي ما استدللت به في حلقة الأمس. ما استدللت به هو ما تم الحديث عنه قبل الأسر. الرجل يجب أن نعترف بأنه كان يعني خصما شرسا على خصومه، وكان عدوا بحق على خصومه، ولم يعني تنن له قناة في حربه على كل ما من هو في الجانب الآخر من الرأي السياسي. هو ضد قحط 100%، وفي ذلك الوقت قبل قبل الحرب أو في أثناء وجود حمدوك في السلطة، كانت قحط هي المسيطر المدني على كل جوانب السلطة، ومع ذلك كان الرجل شرس في هجومه عليها، لم تنل له قناة، ودا يحسب له وليس ضده، رغم أنه أنا شخصيا من حيث التوجه السياسي ضده، لكن اعترف بانه هو كان رجل شرس. نفس القصة كانت عند انس، كان ايضا عدوا شرسا لقحط ولغيره، وسمعنا كل الكلام انهم هم ارجى الناس، وانه ما في ارجل منهم، وانه الاعتصام القيادة ببح، كل الكلام ده احنا سمعناه، وانه لن تقوم قائمة الاطاري، وحندفن الاطاري وندفن الناس اللي وقعوا عليه.
كلامنا ما غلط معنا. ولما قامت الحرب قبل أسر الأنس كان يتحدث بأنهم سيسحقوا الدعم السريع ده في ثواني. يبقى إحنا لما نجيب قاعدين نجيب لما نزول برا قاعد برا وما عنده علاقة بأسره. من بعد أسره أنا لم أتحدث عن محمد الجزولي وهو أسير إلا مرة واحدة تحدثت عن إنه أسره ليس من شيم الرجال لأنه عاد في رأيانا مدني حتى وإن حمل السلاح، وإنه رغم داعشيته ودي ما في أي شك تستطيع أن تتحقق من ذلك بلسانه قبل الأسر، واللبس اللابس ده واللي مش داعس يعني ما احنا ما جبنا من حاجة من عندنا يعني. فلذلك أعمل من المشاهد الكريم وهو يستمع أو يشاهد حلقة أن يتوخى الحذر يعني في حينما يرد. أنا بقرأ أي يعني أمر على أي مشاركة خاصة التعليقات، وعندي عدة طرق للرد على التعليق. في بعض المرات بستخدم الأيقونات الموجودة واللي بتقول لك أنا معاك في هذا الرد، أو أن ردك وقع عندي موقعا حسنا أو موقعا غير حسن، يعني ما متفق معاك فيما قلته، دي حسب الثلاثة أيقونات الموجودة. أو شاركتك التعليق أيضا لأن هنالك شيء عجبني في التعليق ده، أو لأن هنالك شيء يجب توضيحه في هذا التعليق. لا يكفي أن أدوس على الأيقونة فأتحدث عنها، يعني ما يعني لايك وديسلايك و القلب ده أو love يعني ممكن أستخدمه وأستخدم معها كمان تعليق ليدلل هذا التعليق على شيء إما عجبني في تعليق المشاهد أو المشارك أو غير ذلك، إنه في حاجة ما مظبوطة في الكلام اللي اتقال ده فأنا بصححها أو بضع يعني لمسة فيها تشابه هذا التعليم. إذن ما النقاط التي ذكرتها والتي قلت أنها جاءت على لسان محمد علي الجزولي ليس لها علاقة مطلقا بأسر، وإنما كانت كلها قبل الأسر. واليوتيوب دي ما قاعدة تغشك، بتجيب أي حاجة موجودة، أكتب محمد الجزولي حجيك كل الحاجات وتستطيع أن تمشي وراء وعدي وعدي عشان تتحقق. أما اللي بيعملوه الناس بسوء قصد اللي هم مجموعة الذباب الإلكتروني أو الدجاج الإلكتروني ديل، فأنا ما شاغل نفسي بهم كثير، لكن بهمني المشاهد بشكل عام إنه يفهم إنه إحنا ما جايين عشان نقول فلان ده غلطان ولا فلان ده ما غلطان لمجرد أن نتهم شخص أو لا. دم طيب إحنا ما بنغلط، بنغلط ما، ورأينا يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. وأصلا نحن ما رابطين واحد نقولنا له أنت ما دام دخلت علينا هنا يبقى لازم تتابعنا أو تكون في نفس الرصيف اللي إحنا واقفين فيه. كل واحد في السودان ده عنده حق. لذلك ما قاله محمد دكتور محمد علي الجزولي قالوا كم يعني خصم شرس ضد من يعتقد أنهم خصومه، وقال هذا الكلام بقوة وبوضوح، وتحدث في واحدة من ما جاءت عن طريق قناة طيبة إنه سمع هذا، طمنوا على كرتي وإنهم قاموا بكذا وكذا وكذا، وقال مما طمننا على كرت عرفنا إنه المسألة دي خلاص الجيش ما حيخليها. وده الحاصل،
يعني احنا ما حاضرين الكلام ده كلنا حاضرينه، يعني قد نختلف في ترتيب الأولويات، قد نختلف، لكن ما في واحد بيقنعنا بأنه الحاجة دي صح ولا ما صح، والحاجة دي غلط ولا ما غلط. يعني لذلك نأمل، أنا ده السبب اللي خلاني أقدم هذا هذه الحلقة. أقال الله عثر كل المأسورين، ومن بينهم أنس، ومن بينهم محمد الجزوري، وده ليس لأني أنا معهم من حيث التوجه السياسي، أنا ضدهم تماما، لكني أتمنى أن لا يقع أي واحد أسير، وأن تقف هذه الحرب. هذه الحرب تسبب فيها الكيزان والجيش، وكانوا يعتقدون بأن المسألة حتنتهي خلال ساعات، والكلام ده قالوا محمد علي الجزولي في الفيديوهات اللي أنا قدمتها الآن دي، وتستطيع أن تسمعه وتعيد سماعه 20 مرة، والكلام ده قبل الأسر، ما بعد الأسر، قبل الأسر. فلذلك آمل يعني إنه الناس المشاهدين اللي عايزين يعني يستمتعوا بما نقدم أن يكونوا واعين، ويكونوا واعين حتى للتعليقات التي يقصد منها تشتيت الأفكار. ما في زول أسير أن إحنا قاعدين نجيب له كلامنا أنه أسير نقول ده صح ونقول ده غلط، لأنه الكلام ده بالنسبة لنا مفهوم. وأنا اليوم ده تفرغت للقراءة خلال 3 أو 4 ساعات عشان أعرف ماذا كتب من ناحية الشرع، ومن ناحية القانون، ومن ناحية الأعراف فيما يختص بمقال الأسير، لأنه كتب يعني إذا كان هذا الكلام ده حق أنا أملك الشجاعة أن أعتذر يعني. لكن ما قلنا أصلا ما عنده علاقة بالأسر، ما عنده علاقة بالأسر أصلا، نحن دايرينهم برا عشان نناكف فيهم من أجل هذا السودان بالحسنى. ما عايز أطول عليكم عشان ما يبقى الموضوع شخصي. أقال الله عثرة الجميع، وأقال الله عثرة السودان نفسه ليقوم ذلك المالك المارد الأفريقي مرة أخرى لنستطيع أن نتقدم إلى الأمام. أما فيما يختص بالخط السياسي، فأنا شخصيا ضد الخط السياسي بتاعنا الاثنين المنشورين هستيل، سواء كان أنس أو الجزولي. نسأل الله أن يخفف عنهم الأثر، وأن يطلق سراحهما بالنسبة لهم، لغاية ما نشوف أن احنا حنحاسب الناس كيف بالقضاء. تحياتي، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى إليه، وهذا الرأي وإن كان خاصا نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المبضع عمر النطاسي البارع، فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا، حبا كان ذلك أو بغضا، ولا نأمل إلا نصحا، فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد. وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا، لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال. أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فضلا لا أمرا أيها
أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، ادعما هذا العمل بالضغط على زر الإعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس والتعليق، وشكراً.